خديهم على غرفتي. حاضر يا خانم. امبارح كنت متضايقة، ما بعرف شلون قسيت عليكي، بس انتي بتعرفي غلاوتك عندي. شكرا يا خانم. انا وانتي نعتبر ضيوف بهالبيت، مشان هيك لازم تقدري الوضع يلي انا فيه هلا. طبعا مقدرة هالشي يا خانم. وبدي اياكي تفتحي عيونك منيح، اي شي بصير هون لازم اعرف فيه فورا. ولا يهمك يا خانم. يعني بدي اعرف كل شاردة واردة هون، مفهوم كاتيا؟ بالطابق فوق وتحت وبكل مكان بهالبيت. مثل ما بدك يا خانم. كنت حابة اقول لك كم شغلة بخصوص بشير، صاير عصبي كتير بالفترة الأخيرة ودائما عم بيساوي مشاكل، من لما زالت منه نهال ما بعرف شو صار له. بونجور، في مجال ادخل؟ صباح النور. طبعا يا خانم. تفضلي. انت فيكي تروحي. جبت لك كتاب تاني اكيد رح تحبيه. شكرا كثير لك. تشربي قهوة؟ نشرب قهوة. حاضر يا خانم. بصراحة أنا كنت حابة أحكي معك بموضوع كتير ضروري، منيح اللي إجيتي. خير شوفي؟ بخصوص موضوع بشير ونهال، ما بعرف شو بدي أقلك. ليش؟ شو صاير بين بشير ونهال؟ مشان هيك حبيت أحكي معك بالموضوع. أنا حبيت خبرك مشان تاخدي بالك من نهال أكتر يا لميس خانو. أنا شايفة إنه ماني مقصرة بهالموضوع بنوب. بس أنتي ما قدرتي تشوفي إنه بشير بيحبها لنهال، وهالشي غلط. هالولد ممكن يسبب لكم مشاكل، برأيي لازم يطلع من هالبيت. أنا ما بوافقك بهذا الرأي بنوب. بشير حساس، ونهال ومراد بيعتبروه مثل أخوهم، وأنا واثقة إنه بشير مستحيل يسبب أي خطورة عليهم. بشير أنا بعرفه من لما كان ولد صغير، أنت طبعاً ما بتعرفي، وللأسف ما رح يصير عندك وقت لحتى تتعرفي على بشير أكتر. إذا قصدك إنه انتقل، لا أنا ماني رايحة. قررت ضل هون. عن جد؟ سمر أصرت كتير، وعدنان بيك نفس الشي، شو ساوي؟ معك حق، هذا خبر حلو. أنا خبرتك، بشير لازم يترك البيت بأسرع وقت، وسمر لما تعرف ما رح تخليه ولا دقيقة بهالبيت. منشان هيك معرفتك لإله لما كان صغير لا رح تقدم ولا رح تأخر بنوب. عن إذنك، أنا تذكرت أنه عندي شغلة ولازم ساويها. قهوتك بعدين بشربها، وهالموضوع أنا رح أهتم فيه. طالعة لبرا؟ سمر، سمر لوين رايحة؟ اكسكوز موا، رايحة على النادي، وبعدين رايحة أتغدى أنا وعدنان، وأنا بدي روح على الصالون. استنيني دقيقة، ما بتأخر. ما معي وقت. بعدين أنا قلت لك تسكني معنا، بس ما معناتها أنك تروحي وتجي معي وين ما بروح. Thank you.
Thank you.